صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة وقراءة لأهم عناوين الصحف اليومية. ومعانا الكاتب الصحفي أستاذ محمد زكي، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. صباح الخير. صباح النور. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. نبتدي نقرأ أهم الأخبار اللي كانت موجودة النهاردة في الصحف. المصري اليوم الصفحة الأولى، المصري اليوم تكشف واشنطن تضغط على العرب لمنع تقديم مساعدات لمصر. الأهرام الصفحة الأولى، طنطاوي يصدر قرارا بتنظيم انتخابات الشورى على مرحلتين. اليوم السابع صفحة الأولى، اللجنة الطبية ترفض نقل مبارك لترى قبل جلسة اليوم. والمصري اليوم صفحة الأولى، مرشحون يتسابقون لتهنئة الكنيسة برأس السنة والسلفيون يمتنعون. الأهرام صفحة الأولى، فرص عمل وتطوير غرب السويس ونفق جديد تحت القناة. المصري اليوم، وزيرة التأمينات رفع المعاشات بنسبة 10% ودراسة ربط أدنى المعاش بأدنى الأجر. اليوم السابع الصفحة الأولى، المشير طنطاوي يصدر قرارا بتعديل المادة الثانية من القرار 200. والمصري اليوم تكشف واشنطن تضغط على العرب. يعني بعد ثورة يناير جه تقريبا عدد كبير جدا من الدول العربية قالت إن هي هتقدم دعم لمصر، وبعدين لا من شاف ولا من دري. هو بعد الثورة الوعود كانت كتيرة من جانب الحكام العرب، ولكن يبدو ان الكتاب يعني الحكام العرب تراجعوا، او يعني تراجعوا عن موقفهم السابق لدعم الثوره، وده اللي ادت فرصه لامريكا ان تضغط على مصر تحديدا باعتبارها انها دوله ذات مركزيه لمنع تقديم المساعدات لمصر. وده لها يعني لعب في السياسه، يعني حاجه غريبه جدا. احنا النهارده امريكا بدات تحط ايديها مع الاخوان، بعد لما بدات تكشف الخريطه السياسيه او خلال المرحله اللي جايه بدات تحط ايديها مع الاخوان، وفي لقاءات كانت بتتم وتمت فعلا ما بين الاخوان من بدايه المرحله الاولى مع الاخوان يعني امريكا. وده بيؤكد ان امريكا بتدور على مصالحها في منطقه الشرق الاوسط، هي مصالحها ومصر هي المحور هذه الدول، وبالتالي امريكا ما بتسعاش الا لمصالحها. وبالتالي نوع كان هناك من الضغط على مصر انها هي في الاخر هتدي مصر الدعم، بس في الاول لازم تحسسها ان هي يعني ذات قوه ويعني وهتعرف تأثر في قرارها، عشان بعد كده مش في مشكلة في المساعدات. أغلب هذه المساعدات اللي بتحصل عليها مصر من أمريكا أو من أي دولة فيها مشروطة طبعا. مشروطة يعني فيها سيب ونسيب بالبلدي كده، بالمصري بالبلدي، شيء قصاد شيء شيء. وده اللي خلانا في النظام السابق حولنا اللي احنا كنا كل مصر في ايد امريكا. يعني امريكا كانت بتعتبر مصر زي يعني يعني عايز زي المسرح بيتحرك الدول العربيه وبالذات مصر كان. وده احنا انا بخاف منه، وانا بتوقع يعني انا عايزين من بعد الثوره نغير هذا النظام ونعتمد على نفسينا حته المساعدات. حتى الدكتور كمال الجنزوري قال يعني قال تصريح خطير جدا في الاسبوع اللي فات، وقال ان الناس اللي هتقدموا لنا مساعدات تخلت عنا، فاحنا لازم نعتمد على نفسينا. فده مهم جدا، احنا عايزين نعتمد على نفسينا في الفتره اللي جايه. موضوع المساعدات دي يعني هنقول يعني هناخد مساعدات، بس هذه المساعدات ما يكونش مشروطه، وبالتالي يبقى القرار في ايدينا، وهذا رايي الشخصي في هذا الموضوع. يعني طب وده معناه ان يعني حجم المساعدات اللي ممكن تطلبها مصر من الولايات المتحده في الفتره الجايه ممكن تزيد؟ لا يعني بالطريقه لو دي. لو الدعم قل من الدول العربيه او توقف تماما من الدول العربيه. احنا هقول حاجه، احنا اولا احنا للاسف الشديد عندنا اسمها جامعه الدول العربيه. جامعه الدول العربيه دي المفروض احنا في يعني اسره واحده، اسره العربيه او اسره الدوليه العربيه، المفروض احنا ناخد دعم، نحصل على دعم وندي دعم لهذه الدول، ما نعتمدش على الغرب. يعني امريكا هي سيدة العالم، هي بتعتبر نفسها سيدة العالم. الغرب بيضغط على كل الدول، يعني لا عندنا مشكلة. ما الغرب له مصالح في كل دولة، وبالتالي نوع من الضغط على هذه الدول لتحقيق مصالح عليا لهذه الدول. وبالتالي يعني لابد أن نمتنع أو نبص يعني عيد النظر في موضوع المساعدات اللي بتيجي في مصر. وعايز أقول حاجة خطيرة جدا، أو مش حاجة مهمة، إن كان المساعدات أغلب المساعدات اللي كانت بتيجي في مصر من
خلال النظام السابق كان مساعدات عسكريه، وكلها مساعدات عسكريه عشان تقدر تستطيع ان تتوغل في مصر او كدوله رئيسيه في منطقه الشرق الاوسط. الأهرام صفحة الأولى تنطوي يصدر قرارا من تنظيم انتخابات الشورى على مرحلتين، وكانت بدأت بثلاثة. وده يعني حاول حق يعني أولا كان في اتجاه إن هم الانتخابات مجلس الشورى زي ما حصل في موضوع انتخابات مجلس الشعب، ولكن إن يعني في اتجاه أو القوى السياسية في مصر طلبت يعني أن يعني تقصير المدة عشان إحنا يهمنا أكتر من انتخابات مجلس الشورى هو انتخابات رئاسية، لان الانتخابات الرئاسيه هي مسمار البلد، مسمار اللي احنا نستطيع ان نتخذ هذا القرار بالاضافه الى مجلس الشعب. وبالتالي صاد اصدر المشير حسين طنطاوي هذا القرار، وده نفس الخبر اللي اعلنته او كتبته جريده اليوم السابع في الخبر الاخير، المشير طنطاوي يصدر قرار تعديل الماده الثانيه من القرار 200. هو نفس القرار يحدد بحيث ان مجلس الانتخابات مجلس الشورى تعقد على مرحلتين تقصيرا، وبالذات نهتم بانتخابات الرئاسيه. بتبدا امتى وتنتهي امتى؟ والله يعني حسب هتبدا على مرحلتين تشمل المرحله الاولى محافظات القاهره والاسكندريه والغربيه والدقهليه ودمياط، وان شاء الله هتبقى هذه المرحله يوم 29 و30 يناير في العام الحالي 2012. تمام. اليوم السابع اللجنة الطبية ترفض نقل مبارك لترى قبل جلسة اليوم. والله هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا مستغرب لما يجي واحد متهم احتياطيا يودع في مستشفى عام، هو كان مستشفى سيد جلال اللي هو الحسين الجامعي، مكبلا بالأغلال، والرئيس المخلوع مبارك لا زال يتمتع بكل الرعاية. احنا هنا الظلم. أنا النهاردة في الأول إحنا قدام القانون بيفترض، إحنا في دولة قانون بيفترض إن إحنا دولة قانون، المواطنين أسوأ. المتهم الاحتياطي يزج به في السجن ويعامل معاملة يعني معاملة غير آدمية غير الرئيس المخلوع، وده إحنا مش هنقول الكلام دوت، هيقودنا حتى كمان الهانم بزيارتها للسجن طورة كل يومين، والمواطن بيستنشق على يوم واحد في الشهر يشوف زوي يعني يشوف زوي ظروف السجن. يبقى هنا لابد ان يكون هناك عداله في النقطه دي بالذات. المعامله ليست بالمثل، بس احنا مستغربين ليه النهارده، ما احنا بقالنا 11 شهر ما يقرب من سنه خلاص، واحنا يعني وهو بيعامل بنفس المعامله. ما هو حضر حاجه، يعني مش عايز اقول حاجه، ما تنسيش ان الرئيس مبارك جزء من المؤسسه العسكريه، وهو مودع فين الوقت؟ مودع في مكان آمن خاضع لإشراف ورقابة المؤسسة العسكرية، هو المركز العالمي الطبي، وبالتالي يتمتع بكافة فندق 5 نجوم، بينما المواطن يزوج به في يعني في حجرات داخل المستشفى، مستشفى عام مكبلا بالحديد. هناك فرق. المواطن فين المواطنة؟ لا أحيانا بيعامل يعني كمان في محاكم عسكريه، فيعني احنا ما نستغربش قوي يعني كده. يعني لا لحضرتك، حضرتك احنا عايزين نتكلم على الجزئيه دي، والشارع المصري بيستغرب على هذا في الشارع، بيتساءل، وهو ده سبب الـ يعني الانفعال بعد الشباب، شباب الثوره من هذا. احنا هنحط وضعين، الرئيس المخلوع متهما والمواطن متهما، المفروض الاثنين يتحطوا في كفه واحده، وبالتالي معامله واحده. احنا بنلاحظ هناك معامله رفاهيه، وهنا معاملة فيها إذلال وإهانة، وبالتالي أنا يعني أطالب أن يرجع الرئيس مبارك في مستشفى سجن ترى، وزي ما بيطلب الناس، لأنه في الأول والآخر لا زال متهما، أي نعم متهما احتياطيا، ولكن متهما حتى تثبت إدانته. طب بدءا من النهارده المفروض المحاكمة تتم بشكل أسبوعي بقى؟ والله حضرتك يعني هقول حاجة، فبراير. أنا أولا ما ننساش أن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة يعني على نص السنة دي إن شاء الله هيخرج معاش، فلا بد أن يكون هناك يعني محاكمة، أنا بقول عرض مستمر يعني كل يوم، والناس تنتظر. ومش عايز أقول حاجة، الشارع المصري، أنا بتكلم بصراحة، الشارع المصري في حالة غليان. هناك حكم اللي هو البراءة للجميع التي أصدرته، أنا مش هعلق على المحكمة، ولكن هذا الحكم ترك أثر سيء
لدى الشارع المصري، لأنه هناك سيعامل الرئيس مبارك وبعض وفي هذه القضية، وبالتالي نجليه وأحكام نفس المعاملة. إذا كان قتل الثوار قدام قسم شرطة السيدة زينب والمحكمة برأيتهم، أنا مش هعلق على المحكمة، ولكن أنا كمواطن يعني كمواطن لابد أن يكون محاكمة عادلة عادلة، وأخذ حقوق وقصاص للشهداء. طب أستاذ محمد، بالمناسبة دي، لو القاضي اللي ماسك قضية مبارك فعلا وصل للمعاش أو للسن القانوني، أعتقد 70 سنة، تمام. في الحالة دي بتبدأ المحاكمة من الأول؟ ما دي المشكلة، ما دي المشكلة. احنا أنا النهاردة احنا خايفين يوم 25 يناير الذكرى الأولى للثورة يحصل فيها حاجة. يعني أنا بتوقع يعني لو ما حصلش تحرك إيجابي من جانب هذه المحاكمات سيحصل مشكلة خطيرة جدا جدا. احنا يوم 25 يناير هناك مخططات، هناك مش هقول مخططات، هناك وعد من الشعب ان هو لازم يصحح الثورة تاني، لان الثورة لم تؤتي بثمرها كيزم هم كانوا متوقعين. وبالتالي انا بطالب المجلس العسكري او تسريع هذه المحاكمات والقصاص من القتلة السفاحين في هذه الثورة. المصري اليوم مرشحون يتسابقون لتهنئة الكنيسة برأس السنة والسلفيون يمتنعون. والله مرشحين كتير جدا بيحضروا صلاة. هو المرشحون المرحلة الثالثة من الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب، هم يعني ده برضه يعني نوع من ان هو يحصلوا على اكبر اصوات من الاقباط في الدايرة بتاعتهم. السلفيون لهم موقف من الكنيسة أنا مش هدخل فيه، ولكن هذا الموقف هحتفظ بيه لنفسي. ولكن يعني لا، احنا عايزين نعرفه برضه. ما هو السلفيون يعني حول حضرتك حاجة، يعني الإخوان فيهم ميزة إن هو زي ما قلت قبل كده في لحضرتك في برامج كتير جدا لحضرتك إن هم بيلعبوا السياسة. السياسي السلفيين يعني ما بيلعبوش سياسة، وبالتالي موقفهم ظاهر وكان يكون نوع من يعني الرأي الشخصي لقيادتهم. ولكن انا يعني انا اتمنى ان احنا كلنا في الاول والاخر سلفيون اخوان، كلنا مصريون. فرص عمل وتطوير غرب السويس ونفق جديد تحت القناه. والله احنا اتمنى ان الفتره الجايه، والله اتمنى ان الفتره الجايه دي تتيح لنا ولشبابنا فرص عمل جديده، وبالتالي عشان نحرك عجله الانتاج وحركه طابور العاطلين اللي عانى خلال عانى من السنوات الأخيرة. المصري اليوم، وزير التأمينات رفع المعاشات بنسبة 10% ودراسة ربط أدنى المعاش بأدنى الأجر. احنا أصلا ما وصلناش لإيه أدنى الأجر عشان نعرف أدنى المعاش. هذه التصريحات للاستهلاك المحلي لأن ما لهاش علاقة بالواقع. احنا النهاردة في غول ارتفاع أسعار في الشارع. أصحاب المعاشات يعني النهاردة من قيمة يقول لك رفع أجر المعاش ضمان اجتماعي 200 جنيه. نكتة. 200 جنيه يجيبوا يا دوبك 3 كيلو لحمة. طب يعيش منين أسرة مكونة من 5 أفراد ب 200 جنيه؟ احنا بنضحك على نفسينا، احنا مش عايزين هذه التصريحات، انا عايزين أجور ومعاشات تتناسب مع ارتفاع الأسعار عشان يعيش المواطن حياة حرة كريمة محترمة وحياة أدمية. وبالتالي يعني هذا التصريح اللي جاء على لسان وزيرة التأمينات تصريح للاستهلاك المحلي ليس له يعني ملوش علاقة بالواقع. طب أستاذ محمد، خلينا برضو نقول يعني لو قلنا أدنى الأجر المتوقع المفروض يكون 700 جنيه للفرد، مش 1200، خلاص بقى 700 جنيه. تمام. يبقى أما نربط بيه أدنى المعاش المفروض يكون بنفس يعني نفس المفروض يعني صح يعني أرباب المعاشات جزء من لأن 700 جنيه بالنسبة للمعاشات في مصر ده دي هتعتبر زيادة أكبر بكتير من 10%. لا، حتى 700 جنيه لا يتناسب مع الأسعار برضه، حتى لو خد المواطن في كل الحالات لا تتناسب. لا، احنا نتناسب، احنا عايزين في الأول والآخر أولا تتحرك عجلة الإنتاج زي ما أنا بأكد، وبالتالي احنا عايزين ارتفاع الأسعار يعني يواجهها يعني يقابلها ارتفاع في الأجور، بس بطريقة فيها احترام لأدمية وشخص صاحب المعاش. يعني النهارده صاحب المعاش بيجي يوم 5 في الشهر انتهى نفس كل معاشه، بيقعد 25 يوم على حد على التقشف. احنا مش عايزين نوصل لهذه المرحله، احنا مش عايزين نتكلم كفايه العهد اللي احنا يعني الماضي او العهد اللي احنا
يعني بسببه طلعت يعني اندلعت الثوره. واحنا بقى لنا سنه بنتكلم على الحد الادنى والحد الاقصى للاجور وما تمش اي شيء فيها، يعني ما خدناش ولا خطوه عمليه لحد النهارده. نزيد الانتاج ونتحرك الانتاج، يعني هنتكلم على هذه على عنق هذه القضيه، وهذه القضيه عشان نزيد الانتاج لازم يكون في حافز للانتاج برضه. طبيعي، ما هو في حافز للانتاج. احنا دلوقتي في مشكله خطيره جدا احنا في مصر، احنا عايزين لازم نعيد نأهل نفسينا، احنا عايزين نتكلم على مش زود انتاج، انتاج تقليدي. يعني النهارده هقول على حضرتك حاجه، من قيمه يومين وزعوا او زودوا الطاقه بعض المصانع 33%. عارف معنى كده ايه؟ ان الاسعار اسعار هذه المصانع ستزيد 50 و60%، مش هتزيد 33%. احنا مش هدخل في هذا القرار، ولكن هيقابله زياده في الاسعار كل هذه المصانع، يعني السيراميك واللي هي اللي هي المستهلكه للطاقه، هتلاقي كل اسعارها مرتفعه، هترتفع ترتفع بزياده ضعف الزياده اللي هي بتاعه الطاقه. والله مش ناقص يا استاذ، والله يعني احنا استاذ احمد زكي كاتب صحفي نائب رئيس تحرير جيده الوفد، بشكرك نورتنا. اهلا بيك فندم. مشاهدينا استنوا لسه معانا فقرات كتير في نهارك سعيد بعد الفاصل.